قصتنا النهاردة عن حنان، بنت من اسكندرية وصلت لسن 45 سنة من غير جواز. من بعد ما عدت وهي عمرها سنتين بحادثة قطر ماتت فيها مامتها، اتقطعت رجليها الشمال، حنان رغم الظروف عاشت مع باباها واخواتها وربوها وساعدوها ان هي كمان تاخد دبلوم. اشتغلت في المدرسة جنب بيتها وضمن نسبة 5% معاقين، بس والدها بعدها توفى على طول، بقت مسؤولة من أخوها الكبير اللي نصحها تشيل موضوع الجواز من دماغها بسبب ظروفها، وقال لها أهم حاجة بالنسبة لك هي شغلك وبس، شغلك هو المضمون، لكن جوزك مش مضمون. وفعلا رفضت أن هي تتجوز، رفضت كل العرسان اللي تقدموا لها من وهي عندها 25 سنة لحد ما بقى عندها النهاردة 45 سنة زي ما كنت بحكي لكم. بدأت صحتها تتعب، مش قادرة تعمل شغل البيت ولا حتى شغل المدرسة. فوق ده كله أخوها ساب مراته اتجوز واحدة تانية، بقت حنان حاسة إن هو طمعان فيها بسبب إن هو كل شهر يروح يشتكي بقى دي الحال، ده أنا عليا ديون، طلبت مراته الجديدة، أصلها على طول مدينه. وحنان مش قادرة تقوله لأ، هو بالنسبة لها أب أخ وحبيب، ومش قادرة تاخد قرار تتجوز ولا لأ. عشان كده منورانا ومشرفانا النهارده دكتور ساره الشقنقيري استشاري الطب النفسي عشان نشوف ممكن نعمل ايه النهارده. ازيك يا ساره؟ اخبارك ايه يا دكتور؟ الحمد لله كله جميل. هو الواحده تتجوز ولا ما تتجوزش؟ بصي، هو مش ده السؤال، لانه ممكن واحده تتجوز وواحده ما تتجوزش، مش دي المشكله. المشكله في ان احنا نبقى ودي بتحصل كتير قوي لما حد بيبقى عنده أولاد عندهم مشاكل خاصة أو قدرات خاصة أو ذوي الهمم. أيوة. ساعات كتير من احتياجنا وحبنا لأولادنا واحتياجنا أن احنا نحميهم بنوصل لهم صورة خاطئة عن نفسهم أن هم ما يقدروش. يعني بنخليهم يحسوا أن هم أضعف بكتير من حقيقة الأمر. ده بيحصل بطرق كتير قوي، منها ان احنا نبقى بنعمل لهم احنا كل حاجة علشان نريحهم او نساعدهم، فهم ما يتعلموش ازاي يعرفوا يعتمدوا على نفسهم، ازاي يعرفوا يستخدموا اللي عندهم او القدرات اللي عندهم to the maximum. يعني جزء كبير قوي وجزء مهم قوي من اللي بيحتاجوا الناس اللي عندهم اي نوع من انواع الديسابيلتي ان هم يتعمل لهم ريهابيليتيشن او يعني ان انا اخليه يقدر ذاته اكتر، تقدير ذات، او ان هو يحب نفسه اكتر واديله ثقه في نفسه على قد ما اقدر، مش افضل اخدمه في كل حاجه بالظبط واحسسه ان هو في حاجه ناقصه حبيبي بالظبط، واخليه يروح يعمل بروجرامز وحاجات يعتمد على نفسه ويتصاحب على ناس، يبقى عارف يعمل الحاجات. يعني يستخدم مثلا ايده عوضا عن الرجل، يعني في طرق كتير قوي في العلاج بتخلي الناس يعرفوا يعتمدوا على نفسهم حتى لو في جزء من القدرات بتاعتهم. طبعا ده مهم جدا انه تاهيل الذات. بس انا عايز اسالك على حاجه، هنا في رايين عندنا في القصه. في راي مرات اخوها واختها ان هي تتجوز، وراي اخوها انه لا، لو شايفه ان انت ما لهاش صريحه عشان ما نظلموش، بس قال لها الشغل مضمون الزوج مش مضمون. رأيك ايه في الرأيين دول؟ هو عامة في الحياة مفيش حاجة معينة هي اللي مضمونة وحاجة مش مضمونة.